بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ كلامنا إن شاء الله في درس جديد أو عنوان جديد معانا اللي هو الـ Active Transport. تقريبا إحنا خلصنا زي ما إحنا عارفين الـ Passive Transport كامل، واتكلمنا عن كل أنواعه اللي هي الـ Simple Diffusion، Facilitated Diffusion، اتكلمنا برضو عن الـ Osmosis. كل الكلام ده خلص في الفيديوهات اللي قبل كده. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الـ Active Transport اللي بيتقسم لنوعين. النوع الاولاني منهم اسمه برايمري اكتيف، والنوع الثاني اسمه سكندري اكتيف. احنا النهارده ان شاء الله هناخد البرايمري اكتيف ترانسبورت. برايمري اكتيف ترانسبورت يعني ايه اصلا اكتيف ترانسبورت؟ في الاكتيف ترانسبورت زي ما احنا عارفين ان احنا قسمنا الترانسبورت اصلا اكروس ذا سيل ممبرين، يعني النقل عبر السيل ممبرين او عبر غشاء الخليه، قسمناه لاسمين رئيسيين. اسم مع الكونسنتريشن جريدينت، يعني النقل ده بيكون فيه من التركيز العالي للتركيز المنخفض، وده كان اسمه الباسيف ترانسبورت. والقسم الثاني اللي هو الاكتيف ترانسبورت اللي بنتكلم عنه النهارده، النقل فيه بيكون اجينست الكونسنتريشن جريدينت، يعني انا بنقل الحاجه من منطقه التركيز المنخفض لمنطقه التركيز العالي، وده اللي مش طبيعي. الطبيعي ان انت لما يبقى عندك عدد كبير في حته تمام وعدد صغير في حته ثانيه وعايز الناس تتنقل براحتها، الناس هتسيب الحته الزحمه وتروح للحته الايه؟ الفاضيه، تمام كده؟ نظرا لان النقل ده بيحصل اجينست الكونسنتريشن جريدينت، فهو بيحتاج طاقه. يبقى هو بيحتاج طاقه ليه؟ لانه بيحصل اجينست الكونسنتريشن جريدينت، فانا بحتاج احرق طاقه علشان ادفع الموليكيولز اللي هي المركبات في انها تتنقل ضد هذا التركيز او عكس هذا التركيز. زي بالظبط لما بنتخيل كده ان دي اوضه مثلا فيها 100 شخص بالشكل ده، وبره الاوضه في 3 اشخاص. انت لو فتحت باب الاوضه، هل المنطقي ان الاشخاص الثلاثه دول يدخلوا الاوضه الزحمه جدا دي المكتظه بالسكان وبالناس، ولا ان الناس تهج وتهرب من الاوضه بسرعه؟ لو سبت الناس باسيفلي، يعني من غير ما تتحكم فيهم، من غير ما تديهم طاقه، هتلاقي الناس بتميل لانها تطلع من الحته الزحمه، يعني من منطقه الهاي كونسنتريشن لمنطقه اللو ايه كونسنتريشن، تمام؟ زي كده مثلا. لكن اللي مش طبيعي بقى او العكس، ان انت تدخل حد من منطقه اللو كونسنتريشن المنطقه الفاضيه للمنطقه الزحمه. عشان تعمل كده محتاج انك تزقه جامد جدا جوه الايه، جوه الاوضه. القوه او الطاقه دي طاقه طبعا، انت عشان تزقه انت محتاج طاقه. فمن هنا النقل عكس التركيز بيحتاج ايه؟ بيحتاج انرجي او بيحتاج طاقه، وده اللي بيحصل في الاكتيف ترانسبورت بالفعل. نرجع لكلامنا عن البرايمري اكتيف ترانسبورت. الفرق بين البرايمري والسكندري اكتيف ترانسبورت مش هيبقى واضح قوي غير لما اخد السكندري اكتيف ترانسبورت، يعني مش هاخد في الحته دي دلوقتي لغايه لما ندخل في الفيديو بتاع السكندري اكتيف ترانسبورت. لكن خلونا نمشي كده في البرايمري اكتيف ترانسبورت، واللي هشرحه اعرف ان ده البرايمري اكتيف ترانسبورت. لما ناخد بقى السكندري انت لوحدك هتدرك الفرق بين الايه الاثنين. البرايمري اكتيف ترانسبورت بيقول ان هو بيتعمل بحاجه اسمها بامب. بامب يعني مضخه، من حتى من اسمها، ما انا بقول لك اهي انت بتجيب بامب عشان تضخ الحاجه تزقها جامد عكس منطقه التركيز بتاعتها، يعني تزقها في الحته اللي هي تركيزها فيها ايه عالي، تاخدها من الحته اللي هي تركيزها فيها قليل للحته اللي هي تركيزها فيها عالي. ايه البامب دي؟ البامب دي ما هي الا عباره عن كارير. طبعا ارجع لي درس الفاسيليتيتد ديفيوجن عشان تعرف يعني ايه كارير. ما هي الا عباره عن كارير، بس كارير معدل شويه، موديفايد كارير، بنقول عليها موديفايد كارير، كارير معدل مطور، مش كارير عادي اللي هو اللي كان بيعمل فاسيليتيتد ديفيوجن، لا، كارير عنده بعض الخصائص الايه الاضافيه. الكارير طبعا هو واحد، كان واحد من انواع الانتجرال بروتينز او واحد من الانتجرال بروتينز. طيب بيقول ان البامب او الكارير دي بيبقى ليها انزيماتيك اكتيفيتي. يعني ايه انزيماتيك اكتيفيتي؟ يعني بتشتغل شغل الانزيمات. يعني ايه شغل الانزيمات؟ الانزيمات دي ما هي الا مواد بتحفز حدوث التفاعلات الكيميائيه. اذا البامب دي او الكارير ده عنده انزيم بيحفز حدوث تفاعل كيميائي معين في البامب نفسها، تمام؟ الانزيم ده اسمه اي تي بيز. كلمه ايز لما نحطها في اخر اي انزيم او في اسم اي انزيم تعرف ان هو هيكسر الحاجه اللي قبل كلمه ايز. يعني لما اقول لك اي تي بيز يبقى هو هيكسر الاي تي بي، تمام؟ لايبيز يبقى هو بيكسر الليبيدز اللي هي الدهون، تمام كده؟ خد بالك معايا. فهنا بقول لك الانزيم ده اللي البامب تمتلكه اسمه اي تي بيز، يبقى هيكسر حاجه اسمها اي تي بي. ايه الاي تي بي دي؟ الاي تي بي ده هو مركب الطاقه، انرجي كومباوند، ده مركب الطاقه اللي موجود في الخلايا، اللي الخلايا بتستهلك منه طاقه، او اغلب الخلايا بتستهلك منه طاقه، لان في مركبات طاقه اخرى بس اشهرهم طبعا
الاي تي بي. الاي تي بي ده هو اختصار ادينوزين تراي فوسفيت. طبعا كلنا عارفين قاعده الادينوزين، قاعده الادينوزين لما يمسك فيها ثلاثه مولكيولز فوسفيت، التراي يعني ثلاثه، يبقى ادينوزين ثلاثي الفوسفيت هو الادينوزين تراي ايه، تراي فوسفيت. هو ده مركب الطاقه. الروابط اللي ما بين مجموعات الفوسفيت والادينوزين بتبقى روابط هاي انرجي بوندز، يعني روابط تحتوي على طاقه. بمعنى ايه روابط تحتوي على طاقه؟ بمعنى ان انا عشان اصنع الرابطه دي فانا خزنت فيها طاقه، وعشان اكسرها هيطلع منها ايه، طاقه. فبيقول لك ان هو بيكاتالايز. يعني ايه بيكاتالايز؟ كاتالايز يعني بيحفز تكسير الاي تي بي، تمام، ويطلع منه الطاقه المخزنه فيه، تمام كده، عن طريق ان هو بيكسر واحده من الروابط اللي ما بين الثلاث مجموعات فوسفيت والايه والادينوزين. ادي الاي تي بي وادي الاي تي بيز، ده الانزيم. الانزيم هيحفز تكسير الاي تي بي عشان يطلع عندي حاجه اسمها اي دي بي. ايه اي دي بي؟ ايه الفرق بين الاي دي بي والاي تي بي؟ اي دي بي ادينوزين داي فوسفيت، ما انا طلعت منه واحده. الاي تي بي كان فيه ثلاثه فوسفيت، كسرت رابطه بين الادينوزين وواحده من الفوسفيت دول وخلتها تمشي، تمام، وطلعت منها الطاقه اللي فيها، بقى عندي اي دي بي، تمام، زائد ايه انرجي. طبعا في عندي فوسفاتايه ما كتبتهاش هنا، ملهاش لازمه، خلاص كده. يبقى بيطلع عندي اي دي بي وايه وانرجي. برضو التفاعل ده بيحتاج ميه، بيحتاج ووتر، بس برضو دي مش مشكلتنا او مش قضيتنا دلوقتي. طيب نشوف برضو التفاعل هنا. ادي الادينوزين، هي مجموعه الادينوزين، وادي الثلاثه فوسفيت ماسكين في الادينوزين. ده اسمه كده A for أدينوزين، T for تراي يعني ثلاثة، تمام، فوسفيت عشان الفوسفيت. يبقى A T B، A اختصار أدينوزين، T اختصار تراي، ال B اختصار فوسفيت. أدي الـ ATP، برضو الـ ATP أهو، فيقوم ينتج عنك عندك A D اختصار داي، داي يعني ثنائي، تمام، فوسفيت ال B for فوسفيت، زائد واحدة فوسفاتاية اهي، ادي الفوسفاتاية اللي احنا سبناها، وادي الايه؟ الانرجي. طيب ناخد مثال كده على البرايمري اكتف ترانسبورت. من اشهر المركبات اللي بتتنقل بالبرايمر، او من اشهر الايونز اللي بتتنقل بالبرايمري اكتف ترانسبورت، ايون الصوديوم والبوتاسيوم. الصوديوم والايه؟ والبوتاسيوم. ايون الصوديوم والبوتاسيوم، طبعا احنا زي ما خدنا قبل كده، الصوديوم برضو كان بيتنقل بالباسيف ديفيوجن، او سوري بالفاسيليتيتد ديفيوجن، وده كان عن طريق التشانلز بتاعته، الصوديوم تشانلز، تمام كده، زي ما شفنا في الفاسيليتيتد ديفيوجن. بس عشان كان يتنقل بالفاسيليتيتد ديفيوجن اللي هو نوع من انواع الباسيف ديفيوجن، كان بيتنقل من منطقه التركيز العالي لمنطقه التركيز الايه؟ لمنطقه التركيز الواطي. كان يتنقل من منطقه التركيز العالي لمنطقه التركيز الواطي، وده كان بيبقى along هول concentration gradient، فكان يبقى passive diffusion. لكن انا النهارده لما اقول لك الصوديوم هيتنقل برضه بالactive diffusion، يبقى انت لازم تفهم ان انا المره دي هنقل الصوديوم من منطقه التركيز الواطي ليه لمنطقه التركيز الايه؟ لمنطقه التركيز العالي، تمام؟ برضه بالنسبه للبوتاسيوم نفس القصه. البوتاسيوم كان برضه ممكن يتنقل بالفاسيليتيد diffusion، نفس القصه بالظبط. فلما انقله المره دي بالactive diffusion او بالactive story transport، يبقى انا هنقله من منطقه التركيز الواطي ليه لمنطقه التركيز العالي. خلونا نحدد هنا، نشوف هو الصوديوم هنا اكتر فين؟ اكتر جوه الخليه. لو نفترض ان دي خليه، الصوديوم اكتر جوه الخليه ولا بره الخليه؟ عد، ادي واحده 2 3 4 5، يبقى هو اكتر بره الايه؟ الخليه، لان جوه الخليه في اربعه صوديوم بس. طب انا لو هنقله بالاكتف، هنقله بالاكتف، يبقى بنقله من منطقه التركيز المنخفض لمنطقه التركيز العالي. يبقى انا هنقله من جوه الخليه لبره الايه؟ الخليه. ده لو هنقله بالاكتف، يبقى في بامب هتشتغل. طب بالنسبه للبوتاسيوم، البوتاسيوم اكتر فين؟ ادي 1 2 3 4 5، جوه الخليه في 5 وبره الخليه في 3، يبقى البوتاسيوم اكتر جوه الخليه والصوديوم اكتر بره الخليه. على فكره دي قاعده عامه كده على تركيز الصوديوم والبوتاسيوم في جميع خلايا الجسم تقريبا. خلايا الجسم تحتوي على كم كبير من البوتاسيوم اكتر من البوتاسيوم اللي موجود بره الخليه او في الاكسترا سيلولار فلويد، وتحتوي على كم قليل من الصوديوم، اقل من الصوديوم اللي موجود في الايه؟ في الاكسترا سيلولار فلويد. يبقى الصوديوم موجود كتير في الاكسترا سيلولار فلويد، والبوتاسيوم موجود كتير جوه الايه؟ الخليه. يبقى انا من الاخر هنقل الاثنين دول عكس بعض، هنقلهم عكس بعض يا دكتور بنفس البامب. في بامب واحده اسمها صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب. تعالوا نشوف كده اللي هيحصل هنا. ادي اهو الصوديوم اتنقل، ثلاثه صوديوم اتنقلوا بره الايه؟ الخليه.
واتنين بوتاسيوم دخلوا جوه الخليه. طب معلش يا دكتور، ليه 3 صوديوم اتنقلوا وليه 2 بوتاسيوم؟ يعني ليه مش 3 صوديوم و3 بوتاسيوم؟ اقول لك ليه. ركز في اسم البامب كده، اسمها صوديوم بوتاسيوم ايتيبيز بامب. البامب دي بتنقل، بتشتغل على مين؟ من اسمها صوديوم بوتاسيوم، بتشتغل على الصوديوم والبوتاسيوم. ايتيبيز لانها بتكسر، فيها انزيم بيكسر الايه؟ بيكسر الاي تي بي. تمام كده. بامب طبعا لانها مضخه بتضخ الحاجه اجينست الايه؟ الكونسنتريشن جريدينت بتاعها. طيب البامب دي فيها 5 اماكن بالظبط. برضو ارجع اقول تاني، مثلا اعتبرها مثلا توك توك او عربيه صغيره فيها 5 اماكن، ما تتحركش او ما تشتغلش غير لما الخمس اماكن بتوعها هيكونوا ايه؟ مليانين على اخرهم، زي سواق الميكروباص ما يطلعش برضو نفس المثال، ما يطلعش غير لما العربيه بتاعته تكون محمله كامل. طيب الخمس اماكن دول متقسمين 3 اماكن للصوديوم ومكانين للبوتاسيوم. يعني هي في نفس الوقت بتاخد 3 صوديوم تنقلهم وتدخل مكانهم 2 ايه؟ بوتاسيوم. عشان كده انا نقلت لك 3 صوديوم بالشكل ده، ونقلت لك قصادهم من الناحيه الثانيه 2 ايه؟ 2 بوتاسيوم زي ما انت شايف كده. واخد بالك معايا؟ طيب دول الخمس اماكن، يبقى 3 اماكن الصوديوم بيقعد على 3 اماكن والبوتاسيوم ليه مكانين بيقعد عليهم. نتفرج كده مع بعض على الفيديو ده. The sodium potassium pump is an active transport mechanism that is driven by the break. ايه ده اهو السيلمبرين، وادي البامب اهي. واخد بالك من البامب؟ عباره عن انتجرال بروتين برضو. انتجرال بروتين ده فيه 5 اماكن، هم 3 اماكن زي بعض ومكانين زي بعض. 3 اماكن دول واضح جدا انهم شبه الصوديوم، فدول الاماكن بتاعه الصوديوم، والمكانين دول بتوع البوتاسيوم. فعشان كده البامب اتسمت صوديوم بوتاسيوم بامب، لان الاماكن اكتر لصالح الصوديوم. لو كانت الثلاث اماكن دول بتوع البوتاسيوم كنت سميتها بوتاسيوم صوديوم بامب مش صوديوم بوتاسيوم. واضح ان ده السيتوبلازم، لو تاخد بالك مين اللي ماشي جوه السيتوبلازم؟ البوتاسيوم اهو. ده بدليل ان البوتاسيوم اكتر جوه الخليه، وارد ده الاكسترا سيلولر فلويد. ومين اللي ماشي بره؟ ده ادي الصوديوم، فده دليل ان الصوديوم اكتر بره الايه؟ الخليه. نكمل. لحد دلوقتي ما جبناش سي تي بي ولا اي حاجه. بيقول ان ده ترانس ممبرين بروتين اهو، جه الصوديوم مرتبط. خلي بالك معايا، رغم ان في بوتاسيوم ماشي وفي صوديوم ماشي جوه الخليه برضو، ما احنا قلنا الصوديوم موجود جوه الخليه بس النسبه قليله، الا ان البامب جذبت الصوديوم وما جذبتش البوتاسيوم رغم ان فيها اماكن للبوتاسيوم، صح؟ طب ليه؟ يقول لك لان الشكل ده للبامب، الشكل اللي بيبقى فاتح جوه الخليه ده، بيكره البوتاسيوم، ما بيحبش البوتاسيوم رغم ان هو في اماكن البوتاسيوم، لكن بيحب مين؟ بيحب الصوديوم. تمام؟ طيب شوف كده اللي هيحصل. جه البوتاسيوم، جه الاي تي بي اهو، الاي تي بي ارتبط بالمكان بتاعه، ارتبط الاي تي بي وبعدين اتكسرت البوند دي، وبقى اي دي بي ادينوزين واثنين فوسفيت هم وواحده فوسفيت ايه ماسكه في البامب. خلي بالك بقى ان الفوسفيت يمسك في البامب ده يستفز البامب انها تعمل كونفورميشنال تشينجز. ليه؟ اصلا عايزه تنقل الصوديوم بره، فتروح عامله كونفورميشنال تشينجز كده وتفتح فعلا بره الايه؟ بره الخليه. يقول لك بقى الشكل ده اللي فاتح بره الخليه بيكره الصوديوم وبيحب مين؟ البوتاسيوم، عكس الشكل الاولاني. فايه اللي يحصل للصوديوم؟ ينطرد بره الايه؟ الخليه. بص الصوديوم ساب البامب، مين بقى اللي يجي يمسك هنا؟ البوتاسيوم. هيجي دلوقتي البوتاسيوم اهو. جه 2 بوتاسيوم اهو، مسكوا فعلا ايه؟ في البامب. يقول لك بقى خلي بالك، اول ما البوتاسيوم مسك في البامب مين اللي ساب البامب؟ الفوسفيت. اول ما الفوسفيت يسيب البامب ده هيستفز البامب انها ترجع للشكل القديم بتاعها تاني، اللي هو الشكل اللي قبل ما الفوسفيت يمسك فيها. تمام، كلام منطقي. قبل ما الفوسفيت يمسك فيها كانت بشكل، مسك فيها الفوسفيت بقت بشكل تاني، سابها الفوسفيت ترجع للشكل الاولاني تاني. تمام، فتروح راجع للشكل الايه؟ الاولاني. الشكل ده اللي فاتح ناحيه الخليه بيكره مين؟ يكره البوتاسيوم، فتلاقي البوتاسيوم ساب البامب دلوقتي، وبيحب مين؟ يحب الصوديوم، فتلاقي فيه صوديوم تاني جه يمسك، وهكذا تفضل البامب شغاله 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 طالما طبعا الاماكن بتاعتها بتتملي. واخد بالك؟ بص البوتاسيوم ساب البامب اهو. تمام تمام جدا. الصوديوم بوتاسيوم بامب ليها شويه خصائص كده نتكلم عنهم، او يعني طبعا كانوا واضحين في الفيديو. اول حاجه انها بتشول سبيسيفيسيتي. يعني ايه بتشول سبيسيفيسيتي؟ يعني هي مخصصه للصوديوم البوتاسيوم بس،
جالها مثلا مغنيسيوم، جالها كالسيوم، تقول له لا انا والله بنقل في اماكن للصوديوم واماكن للبوتاسيوم بس، تمام. تاني حاجه بيحصل فيها كونفرميشن تشينجز، فعلا بتعمل كونفرميشن تشينجز، ده احنا شفناها زيها زي ما هي اصلا، هي كارير، هي موديفايد كارير. الفرق بينها وبين الكارير بتاع الفاسيليتيف ديفيوجن حته ان ليها انزيماتيك ايه اكتيفيتي، بيقول انها بتستهلك طاقه في شكل اي تي بي. الكارير العادي ما كانش بيستهلك طاقه، لكن البامب بتستهلك ايه طاقه. طيب بتاكت اجينست الكونسنتريشن جريدينت، بتدفع الحاجات اجينست الكونسنتريشن جريدينت، ومن هنا استهلاك الطاقه، لكن الكارير العادي بينقل الحاجه الونج الكونسنتريشن جريدينت بتاعها. هاز انزيماتيك اكتيفيتي، فيها انزيم، لكن الكارير العادي ما فيهوش ايه انزيم، ومن هنا بقى اسمها صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. اي تي بيز از رمزا للانزيم اي تي بي، لانه بيكسر الايه الاي تي بي، تمام كده. فيديو صغير وبسيط، انا عارف البرايمري اكتيف ترانسبورت سهل، بس يعني انا ما كنتش حابب ان انا اشرحه مع السكندري اكتيف ترانسبورت عشان الفيديو ما يكونش تقيل، فانتظروني في الفيديو الجاي في السكندري اكتيف ترانسبورت.